الآن موعد موجز 8 صباحا مع حضراتكم، ونروح لزميلتنا دينا شرف وموجز 8. اتفضلي دينا. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواقف دولتي البرتغال وسلوفانيا من التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي تانيا فاغان نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفانيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، وذلك لجميع شعوبها. وأضاف متحدث الرئاسة أن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي بالإضافة إلى دور مصر المقدر في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع. خرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر، وذلك بموجب صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم، وعددهم 13 إسرائيليا إضافة إلى 4 تايلانديين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري 8 للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد غدا الاثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. كما يتوجه شكري يوم الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، وذلك لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع. تظاهر آلاف الأشخاص بالأعلام الفلسطينية أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وجاءت التظاهرة إثر إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة بعد جمعها، وعددهم 286,719 توقيعا لحث رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وضمت التظاهرة أطيافا متنوعة من المشاركين بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية. تعرضت العاصمة الأوكرانية لما وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال العملية العسكرية، والذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص. وبدأ الهجوم بضرب مناطق مختلفة في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع توالي المزيد من الضربات مع شروق الشمس. واستمرت صافرات الإنذارات من الغارات الجوية 6 ساعات في المقبل. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن روسيا شنت خلال الأسبوع 911 هجوما في أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل 19 أوكرانيا وإصابة 84 آخرين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا. وأضاف زيلينسكي في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف أن هناك عجزا في الدفاع الجوي ببلاده، مشيرا إلى أن الأمر ليس سرا. وأشار زيلينسكي إلى أن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها. ورياضيا،
استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة التي جمعتهما على ملعب السلام. وسجل ثلاثية الأهلي كل من محمود الكهربا وحسين الشحات وصلاح محسن ليحقق حامل اللقب الانتصار الأول في دور المجموعات، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع فريق شباب بلوزداد الجزائرية، فيما تذيل ميدياما الغاني بترتيب المجموعة رفقة يانج أفريكانز التنزاني بدون رصيد من النقاط. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.